ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. فارق يومه الثلاثاء أستاذ للتعليم التأهيلي لمادة اللغة الإنجليزية بمؤسسة محمد بن الحسن الوزاني التأهيلية بحي المطار بأسفي. وأوضح مصدر محلي أن الأستاذ المسمى عبد الواحد النزهاري والبالغ من العمر قيد حياته 56 سنة تعرض لنوبة قلبية خلال قيامه بواجبه المهني داخل الفصل الدراسي، ليتم نقله إلى مستشفى محمد الخامس بأسفي، إلا أن الفحص الطبي الذي أخضع له أكد مفارقته للحياة. وأشارت ذات المصادر إلى أن خبر وفاة الأستاذ خلف صدمة داخل المؤسسة التعليمية وخاصة لدى تلاميذه، نظرا للعلاقة القوية التي كانت تجمعهم به، فإنا لله وإنا إليه راجعون. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومية.